أغلق المسلسل الذي يحمل عنوان الطائر الرفرف الستار بنهاية موسم رائع، ومن المثير للفضول ما ينتظر الجمهور في الموسم الجديد. سيتم إثراء الموسم الثالث بشخصيات جديدة ستصل معها الأحداث إلى ذروتها بعد انتهاء الموسم. سيبدأ تصوير الموسم الجديد في أغسطس. سيتم إصدار تريلر الحلقة في نهاية شهر سبتمبر في حالة عدم وجود أي مشاكل، ومع ذلك سيتم إجراء تغييرات كبيرة قبل بداية الموسم الجديد. على سبيل المثال، حتى لو أغمي على سيران بسبب مرضها فلن تموت، وستتعافى سيران بجهود فريد، وستواصل المسلسل في الموسم الجديد. ورغم ظهور شخصية بيلين في المشهد الأخير، إلا أنها لن تتدخل في علاقة فريد وسيران في الموسم الجديد، لأن الممثلة التي تلعب دور بيلين لن تشارك في الموسم الجديد. ستكون هذه بداية حقبة جديدة في علاقة الزوجين سيفر، ابن شقيق إيفاكات الذي ظهر في المسلسل في الحلقة الأخيرة. سيبقى في يالي وستنتظره أيام صعبة. بالإضافة إلى ذلك، سينضم الكونت ديا إلى المسلسل مع عائلته في الموسم الثالث. ستؤدي قرارات فريد الخاطئة المفاجئة إلى خلق توتر بين خالص آغا والكونت ديا، وستكون هناك حروب كبيرة في الموسم الجديد. كما ستتواجد شخصية أورهان في المسلسل في الموسم الجديد. ستكون خطط خالص آغا الكبيرة أحد العوامل المهمة التي ستحدد مستقبل المسلسل. باختصار، سيقدم الموسم الجديد للجمهور تطورات مثيرة، وسترتفع تقييمات المسلسل ويجذب المزيد من الاهتمام. لا تنسوا الاشتراك في القناة. أراكم في فيديو تحليل آخر. إلى اللقاء.